السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. شيخ مصطفى، أسأل عن حديث أبي هريرة فيما معناه، يعني يقول: علمت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئين، أما أحدهما فبتته، وأما الآخر لو بتته لقطع البلعوم. يعني أيه. نعم حديث صحيح؟ نعم في البخاري. طيب ما المقصود به يعني يا شيخ مصطفى؟ قال الشراح: هذه الأشياء التي كتمها أبو هريرة أسماء أمراء السوء الذين ليس في ذكرهم فائدة إلا الفتنة والقتل. نعم. والله أعلم. فيجوز كتمان بعض أنواع العلوم إذا دعت إلى ذلك حاجة. عندنا حذيفة بن اليمان أصر النبي صلى الله عليه وسلم إليه بأسماء أهل النفاق، وأصر النبي إليه بأحاديث الفتن، ولم يعلن هذا ولا ذاك. جزاك الله خير.